وش وظيفة الويب شيرينج؟ أول شيء نروح System Preferences ثم Sharing ثم Web Sharing. Web Sharing عبارة عن سيرفر شخصي تقدر تحط فيه صفحات موقعك HTML تعدل عليها وزي كذا، لكن شرحت من فترة برنامج جدا رهيب تقدر تركب على منتدى مدونة أي شيء تقدر تصمم عليه تحط عليه قواعد بيانات إلى آخره. طبعا هذه الطريقة محدودة اللي بشرحها اللي هي ويب شيرينج للصفحات والتصميم السريع. طيب أول ما نفعلها راح يطلع لنا رابطين. الرابط الأول يتأكد هل هو شغال ولا لا. إذا طلعت لك It's work إذا شغال. نروح الرابط الثاني راح يودينا للإندكس وهو الرابط الرئيسي تبع السيرفر الشخصي. لاحظوا راح تطلع لك هذه الصفحة وهذه افتراضية مع النظام. طيب وين نحط الصفحات عشان تطلع لنا؟ نروح للمجلد الرئيسي ثم نروح للسايت ونحطه فيه. طيب خلونا نجرب نسوي صفحة السريع باستخدام الآيويب. الآيويب له عدة طرق للحفظ الصفحات. الطريقة الأولى في موبايل مي تقدر تسوي لك مدونة بسيطة من موبايل مي. في الـ FTP سيرفر داخل يعني السيرفر تبعك على الانترنت إذا كان عندك استضافة في اللوكال فولدر اللي يحفظها عندك جوا الجهاز. اللوكال فولدر هنا تحدد مكان الملف وأنا حددت سايت عشان يطلع التصميم السريع. نحذف التصميم القديم نحط أي تصميم جديد ثم نقول له Publish Site. أول ما نسوي له Publish Site نروح للفايندر ثم نتأكد هل هو موجود أو لا. لاحظوا سوى له Publish هنا. طيب خلونا نسكر الآيويب نروح سفاري سوي تحديث للصفحة. لاحظوا على طول طلع لي الصفحة اللي حطيناها وسويت لها ببلش من خلال الآيويب.